في هذه الفقرة أصدقاء أعزاء وأيضا نجوم صحافة رياضية ونقاد رائعين جدا، هم أساتذة ولكن أصدقاء في الوقت زادوا، حسام زايد وأحمد عبد الحميد. حسام مشرف ومنور. أهلا بك يا كريم، سعيد بوجودي معك في رقم 10 وسعيد بوجودي مع صديقي العزيز أحمد عبد الحميد. يا أحمد مشرف ومنور. أهلا بك يا كريم، شرف كبير لينا تواجدك النهاردة. أنا سعيد جدا بوجودي معك وطبعا صديقي حسام. حبيبي منور الدنيا. طيب حسام، نخش على طول في الجد، يلا بينا. احتجاجات وانزعاجات وضيق بسبب بكاري جسامة، وصلت زي ما بقول لك لاحتجاج من الاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم. رأيك كيف الاحتجاج؟ وهل الاحتجاج ده، انا سألت السؤال ده للكابتن سمير عثمان من شوية، هل الاحتجاج ده ممكن يجيب نتيجة ولا لا؟ لا، هو اتحاد الكرة نفسه عارف انه ده مش هيجيب نتيجة، لكن هي انا من وجهة نظر اتحاد الكرة ان هي خطوة استباقية للحكم، على اساس انه الاخطاء اللي حصلت في مباراه السنغال من ناحيه، والاخطاء اللي بكاري جسامه عملها قبل كده مع انديه مصريه مش مع المنتخب. يعني هو اللي حصل انه لجنه الحكام اجتمعت وعملت جابت الفيديو بتاع ماتش المغرب وطلعت ما يقرب من 12 خطا ودعمته بالفيديو للجنه الحكام او الاتحاد الافريقي. لكن القصه المفقوده اللي انا عرفتها انه مستر كارلوس كيروش ما كانش عنده علم ان اتحاد الكره هيعمل ده، فشويه يعني ابدا انزعاجه من الموضوع. كان هو عايز ان الناس تاخد رايه الاول في الموضوع ده، هو شايف انه ما كانش فيه داعي لتقديم الاحتجاج، لكن في النهايه هو قلقان ان النتائج تيجي بالعكس. بص، في موضوع بدل ما تضغط على الحكم فالحكم يتضايق فيبقى ضد مصر. شوف، هو موضوع التحكيم دايما يعني سلاح ذو حدين، صح؟ يعني انت مدرستين فعلا، مدرستين تقول لك اضغط وفي مدرسه تقول لك لا ما تضغطش. بالظبط، وده بالمناسبه اللي خلى كارلوس كيروش النهارده ما اتكلمش عن الحكم خالص. صحيح، هو اتكلم بس عن صامويل ايتو، لانه ممكن حتى هو في بعض القرارات يراجع نفسه انه انا لو خدت القرار ده يبقى الاحتجاج جاب نتيجه، طب كذا. ففعلا بيبقى في تاثير ممكن يجي عكسي، صح. لكن هو بكاري جسامه هو ادار اول مباراه للمنتخب قدام نيجيريا، لكن في النهايه منتخب مصر انا واثق ان لاعبتنا زي ما كان الحكم كلنا انتقدناه قدام المغرب، لكن احنا ما سبناش التحكيم يكون له دور في النتيجه. لا، كنا فاعلين في اكتر من هجمه واحنا اللي خلصنا المباراه. احمد، عاجبني حاجتين في كارلوس كيروش النهارده قالهم في الكلام اللي قاله، الاحاديث الصحفيه اللي قالها، انه لم يتحدث عن الحكم المباراه ولم يتحدث عن غيابات او تاثير غيابات على المنتخب، وقال ان انا عندي 22 لاعب وال22 لاعب دول كافيين ان انا ادي بيهم مباراه كويسه وما اعترضتش على الحكم. ذكاء منه ان هو ما اداش كمان لنفسه مبررات مبدئيه. يعني هو برضه كارلوس كيروش بقى عنده ذكاء كبير جدا، وطبعا ان هو يتكلم عن اللعيبه كلهم حتى المصابين او غير المصابين، لما يقول ان انا عندي 22 لاعب، عندي 22 راجل في الملعب، عندي ناس تسعد الجمهور المصري، فبدي دافع معنوي لكل الموجودين على الدكه ان هو برضه في اي وقت ممكن يشاركوا. ده حصل كتير، محمود علاء لما نزل برضه ادى بشكل كبير. الحاجات دي بتساعد كتير، بترفع الروح المعنويه للاعب وبتساعد ان هو يقدم يعني اقصى ما عنده في اي مباراه، فده ذكاء كبير جدا منه، وطبعا حاجات تخلي الروح المعنويه كبيره جدا عند اي لاعب عايز يشارك او لاعب له دور يشارك في المباراه، فيقدر يقدم اقصى ما لديه في المباراه. وطبعا احنا شفناها مع محمود علاء، شفناها مع اكتر من لاعب، حتى رمضان صبحي برضه في الماتش المغرب ماشي، ممكن الهجمه الاخيره بتاعت صلاح والحاجات دي، بس برضه ثابت في الملعب، وبرضه الناس كلها واقفه على رجلها بشكل كويس. فعنده ذكاء كبير جدا بالتصريح بتاعه ده، ان هو بيصدر حاجه ايجابيه لاي لاعب يشارك، ويقدر يعني يديله دفعه معنويه كبيره جدا لو شارك، يقدر يقدم كل ما لديه. صحيح. طيب حسام، عندنا غيابات في منتخب مصر المباراه القادمه، مين اللي تاكد غيابهم خلاص عن المباراه القادمه؟ مين حارس المرمى في المباراة القادمة؟ مين المدافع اللي جنب محمد عبد المنعم في المباراة القادمة؟ دي الأسئلة اللي الناس بتسألها مع بعض كلها. طبعًا طبعًا بنسبة كبيرة تقترب من 99% إن شاء الله محمد أبو جبل هو حارس المرمى. طبعًا الشناوي كلنا عارفين إنه لسه بيكمل البرنامج العلاجي بتاعه، فمش هيبقى جاهز للمباراة. القصة أبو جبل هيلحق ولا محمد صبحي؟ إن شاء الله أبو جبل هيلحق. إحنا عندنا ثقة كبيرة جدًا في محمد صبحي، ده أكيد أكيد. لكن احنا بنتكلم على عنصر الخبره بس. لكن صبحي لما نزل في مباراه المغرب عمل اللي عليه وزياده، وكمان اللعيبه كانت شايله مع صبحي بنسبه كبيره جدا. لكن ان شاء الله يعني ابو جبل يقدر يشارك، وده اللي جاي من هناك انه خلاص بنسبه 99% ابو جبل موجود. عظيم. الونش اصبح جاهز، وهو برضه بنسبه 99% هو اللي هيكون جنب محمد عبد المنعم. في النص طبعا. أيوة. الناس بتتكلم على عامل سلية والنني، التالت مين؟ حمدي فتحي.
حمدي فتحي برضه بنسبه 99% هو حمدي فتحي. خلاص التشكيل خلص كده. بس والثلاثه اللي قدام معروفين صلاح ومصطفى محمد ومرموش. التخوف بقى اللي انا واثق ان اكيد مستر كيروش حاطه في دماغه من ان شاء الله ربنا يكرم ونعدي المباراه النهائيه الانذارات. عندنا خمس لعيبه مهددين اللي هياخد فيهم انذار هيغيب عن المباراه التاليه ان شاء الله تكون المباراه النهائيه باذن الله وما نفقدش فيها حد. هم طبعا نقولهم عشان الناس تبقى عارفاهم زيزو ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وايمن اشرف وعمر كمال. فيعني طبعا عناصر مهمه للغايه. مش عارف هل ممكن ده يخلي مستر كيروش يعني شويه يبقى في دماغه فكر في التشكيل؟ ما اعتقدش. هو لا. اكيد هيبص رقم واحد على ان هو يعدي المباراه دي. هو كارلوس كيروش عنده ميزه عبقريه يا احمد. ميزه عبقريه انه ما بيفرقش معاه مين ال 11 لاعب. دي حقيقة. يعني بالزبط. هو مش المدرب اللي يحسب حسبه انه انا لو غاب عني اللعيب دوت انا ممكن المباراه الجايه هتاثر هيبقى عندي مشكله. لا، اللي يغيب يغيب واللي موجود هيسد. بالظبط. وده بالنسبه لي نجاح مبهر وعظيم في فتره قصيره جدا انه يقدر في 3 4 شهور يعمل منتخب ودكه كمان فيها لاعبين احنا اصلا ما كناش متصورين ان هم ممكن يبقوا في المنتخب. حتى الاساسيين انت كنت مين يصدق ان عمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم هيبقوا اساسيين منتخب مصر ويتالقوا ويكسروا الدنيا كمان معاه. بالظبط طبعا. وكمان مثلا كانوا كلنا عندنا تحفظات على ايمن اشرف يلعب ازاي رقم 8، ده صعب جدا واعترضنا كتير حتى في البطوله العربيه. بس ايمن اشرف في ماتش كوت ديفوار وماتش المغرب او اقل كان ماتش المغرب كمان يعني كان مقدم دور. حتى طبعا الغلطه اللي غلطها في الاول دي هو لمع نفسه انه عليك. بس انا بشكرك على هي بدايه. لا انا بشكرك عشان حاجه، عشان انت قلت دلوقتي نقطه مهمه جدا انه الناس مسكت في غلطه ايمن اشرف وتعاملوا معاه انه كان خيار غلط لكارلوس كيروش. لكن باقي المباراه ايمن اشرف لحد ما خرج عمل مباراه عظيمه. ايمن اشرف احتاجته في 8 اشتغل، احتاجته في الدفاع اشتغل، احتاجته في اي وقت بيشتغل. ايمن اشرف من لعيبه المقاتله جدا في الملعب اللي بيقدم لك 100% من مجهوده. لا بالعكس، اكتر من 100% في مجهوده. يعني هو لاعب جيد جدا ولاعب تكتيكي، لان هو كيروش بيحب اللعيبه اللي تلعب في اكتر من مركز. وده واضح جدا. يعني زيزو ما بيلعبش مكانه، بيلعب في مكان في 8 برضه، ساعات بيلعب 8 بشكل كبير وبيأدي بشكل كويس. ايمن اشرف ما بيلعبش اصلا، ما بيلعبش ما بيلعبش ظهير لانه فتوح موجود، بيلعبه مركز رقم 8 وبيأدي كويس. هو في الاصل بيلعب مع الاهلي دفاع وبرضه ما رجع في الدفاع ادى بشكل كويس. اللعيبه اللي عندها مرونه تكتيكيه كيروش بيحبها جدا، وده واضح قوي في الماتشات اللي فاتت. وطبعا طموحنا زاد مع ماتشات كوت ديفوار وماتش المغرب. احنا قدمنا كل ما يعني بان فتره كبيره جدا، الكره دي ما شفناهاش، الطريقه دي ما شفناهاش، الانضباط ده ما شفناهوش، الخط يعني الالتزام التكتيكي الشخصيه والروح والروح وكل حاجه موجوده ما شفناهاش بقى لنا فتره كبيره. علينا ملاحظات على التشكيل، علينا ملاحظات مثلا في اللعيبه والكلام ده كله، بس كل ده انتهى وداب في ماتش المغرب وماتش كوت ديفوار بشكل كبير. 100%. طيب فيما يخص المساحات يا حسام، المساحات ايه بقى موقفها دلوقتي في كام؟ انت عارف المساحات دي من الحاجات اللي كانت الناس قلقانه منها وشك، وان انت لما تلعب الكاميرا فالمساحات تطلع ايجابيه وكلام كتير. خلاص يعني المساحات خلاص نتيجتها ظهرت النهارده ومفيش تاني، يعني مش هنعمل حاجه تانية بكره. فالناس تطمن الحمد لله. كل المساحات بتاعتنا سلبيه للمنتخب واللعيبه كلها خلاص جاهزه، مفيش مساحه تانية هتتعمل. كنت قلقان جدا. يعني هو كله كان قلقان. انت مش في حمل واحد بس يغيب تاني بسبب لا قدر الله طبعا واحد. وكله كان خايف انه كان في شك، يعني انه هل في تلاعب في المساحات، هل في دي امور لم تثبت، ولكن بالظبط بالظبط تخوف يعني. تخوفت منطقية. لكن لا خلاص النهارده طلعت سلبيه الحمد لله. كل اللعيبه وكل اللعيبه جاهزه. طبعا احمد حجازي سافر خلاص النهارده على المانيا، هيخضع لبرنامج علاجي هناك. ومفيش حد تاني هيغيب زي ما قلنا غير محمد الشناوي. اما باقي اللعيبه خلاص كله جاهز. الشناوي وارد يرجع بعد قد ايه؟ يعني لسه ممكن، اعتقد ممكن ما يلحقش اخر البطوله يعني. ما يلحقش. ان شاء الله نتمنى ان هو يلحق مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. لكن في النهايه يعني انا عاجبني جدا انه احنا شفنا الشناوي وشفنا ابو جبل، الاثنين بصراحه حاجه عظيمه جدا. صبحي برضو لما كان موجود واعتقد كمان يعني ان شاء الله ما نضطرش نشوف الحارس الرابع، لكن جاد كمان من الحراس العظيمه. اقول لكم حاجه، اقول لكم حاجه ما جاش فرصه ان انا اقولها، بس هقولها دلوقتي معاك يا احمد ومعاك يا حسام، انه وانا من الناس دي وانا هرفع ايدي واقول قعدت اسال هو ليه اربع حراس في القائمه؟ صح بس هي ثلاثه، ده هي اصلا قائمه صغيره واخد فيها اربع حراس دلوقتي. تخيل الله. تخيل لو لا قدر الله ما كانش محمد ابو جبل بقى جاهز،
كنت ممكن تلعب محمد صبحي ملوش حد على الدكه. صح، لا قدر الله، وبتحط ايدك على قلبك. مفيش كارثه. مفيش غير حاضر ينزل يسجل وينزل. فانا اعتقد ان اصلا كارلوس كيروش عمل الحركه دي بصفته حارس مرمى اصلا. صح، يعني هو لا ده ثلاثه في الجهاز حراس. ثلاثه. والكابتن عصام الحضري اكيد. وبعدين الكابتن عصام الحضري نفسه هو من اكتر الحراس اللي ده في 2017 شارك بعد ما اثنين وقعوا في اول البطوله وما كانش ليه بديل. اثنين وقعوا في اول البطوله يعني ما كانش ليه بديل. طيب من النقط المهمه جدا هي المنتخب الكاميروني نفسه. احنا نتحدث عن المنتخب المصري وكثيرا نتحدث عن المنتخب الكاميروني. رايك ايه في المنتخب الكاميروني في البطوله؟ اداؤه في البطوله، ارقامه في البطوله، شكله في البطوله كان عامل ازاي؟ نقدر نتعامل معاه ازاي؟ هو اقوى ولا منتخب الايجواري ولا منتخب المغربي؟ يعني خلينا نتفق ان ما دام منتخب وصل لنصف النهائي يبقى منتخب قوي ايا كان. طبعا في 50% من العوامل اللي واصله له ان هو عنده ارض وجمهور، ودي مساعده بشكل كبير. ولعب منتخبات برضو مش ايوه قوي. منتخبات متوسطه ومنتخبات ضعيفه، بس ما دام وصل للمرحله دي يبقى منتخب قوي، ولازم نحترمه ولازم نخطط ليه بشكل كويس ونحط الخطه اللي فيها احترام، اللي فيها احترام ليه، ونحترم الخصم بشكل، لان احنا نحترم الخصم بنبقى بشكل نظره بشكل كويس اكبر في كوت ديفوار وفي المغرب بالظبط. المنتخب الكاميروني سجل 11 هدف، يعني طبعا ابو بكر وكامبي هم اكتر، ده خمسه وده سته، بيلعبوا 4-1-4-1 الطريقه بتاعته، تحول ساعات 4-4-2، لعب 4-1-4-1 في ثلاث ماتشات، ولعب 4-4-2 في ماتشين. بداها 4-4-1 في اول ماتش مع بوركينا فاسو، ونهاها مع جامبيا 4-1-4-1. هو ما بيغيرش كتير في التشكيل، يعني بيسحب بس حد من النص اللي بيلعب قدام الاربعه الدفاع، وما بيجي يلعب يروح ينزل واحد في الهجوم مع ابو بكر اللي هو تشومبو موتينج، ده اللي بيلعب بيه. طبعا ما يقدمش مستوى بشكل كويس، هو بيعتمد على ايكامبي وعلى ابو بكر، هم سرعه جدا واقوياء جدا. والملحوظه المهمه جدا ان ايكامبي اصلا بيلعب جناح ايسر، ماتش جامبيا او ماتش جامبيا الاخير لعب جناح يمين وسجل برضه. هو بيخش على ابو بكر، يعني ما بيلعب 4-4-1 بيبقى في الهجوم ب 4-4-2. هو منتخب قوي جدا، يعني ما ظهرش بشكل كويس، بس عنده ميزه طبعا الارض والجمهور مساعده بشكل كبير، وفي ماتش جامبيا يمكن ظهر بشكل افضل. بيسجل امتى؟ شكل الاهداف بتاعته عامله ازاي؟ اللي ما اتفرجش على الكاميرون يعني. لا هو بص، هو يعني اهدافه كلها معظمها الخمس اهداف بتوعه من دقيقه 45 للدقيقه 65 او الدقيقه 60 في الشوط الثاني، دول خمس جاب خمس اهداف في الوقت ده بالذات. يعني الشوط الثاني الشوط الثاني في بدايته على طول. الشوط الثاني ناخد بدايته هم بيخشوا سخنين جدا. من 75 ل 90 ما فيش اهداف عندهم، من الدقيقه الاولى للدقيقه 15 بيسجلوا هدف، من 15 ل 30 او 35 بيسجلوا هدف. هما بيجيبوا شوط الاول 4 اجوان، وفي الشوط الثاني جابوا سبع اهداف، يعني دي تقسيمه الاجوان عندهم. بس هما عندهم ميزه ان هما بيبداوا من تحت، يعني هو منتخب بيبدا من عند اونانا، يعني بيبدا يوزع لعبه من عند اونانا، يبدا يوزع حارس مودريتش اونانا ده. لا حارس طبعا جامد جدا، هو بيلعب رجله كويس. الناس عارفه ان هو حارس اياكس، بيبدا الهجمه بشكل كويس، هما بيجمعوا الهجمه في مكان ويروحوا مره واحده ودينا ناحيه ايكامبي، وايكامبي بالنسبه لاي حد يرفع اي كوره لفينيست. طبعا هو الراجل بصراحه يعني ابو بكر هداف اصلا، هداف مصر. عشان كده احنا ثلاثيه حمدي فتحي والسوليه والنني دي في منتهى الاهميه في المباراه دي. مهمة صح، عشان هم فرقه بتلعب كمان في الاجناب كويس قوي. لا عندهم فاي ده فظيع، عندهم صنع ثلاث اجوان، يعني فاي ده اصلا الظهير الايمن بتاعهم صنع ثلاث اجوان، وعندهم هولانجا على ما اظن حسب الاسم بالظبط، صنع برضه ثلاث اجوان، هو في وسط الملعب وما بيتغيرش كتير، هو يعني تشكيلته ثابته بشكل كبير، بيغير بس اثنين بس، بيلعب في اثنين فقط لا غير، انما خط الدفاع كله ما غيروش، بيلعب بس في اثنين، الاخ صامو الاموجيت ده اللي بيلعب قدام الاربع اللي بيلعب قدام خط الدفاع في 4-1-4-1 ده، بيغيره وبينزل واحد مكان اللي هو بير كوندي، وبير كوندي ده ظهر مرتين بس، انما في الاصل اخر تشكيل للمنتخب الكاميروني على ما اعتقد انه هيلعب بيه ماتش منتخب مصر. عظيم جدا. طيب عايز تقول حاجه في القصه دي ولا لا؟ انا عايز اقول انه احساسي اللي خدمنا في ماتش المغرب اكتر لما الهدف جه في وقت مبكر، احنا خدنا نتيجه سلبيه، احنا زعلنا، لكن ده رفع الضغط من على منتخب مصر تمام، فخلانا لعبنا باللعب الطبيعي. احنا الماتش ده متوقع انه منتخب الكاميرون هينزل ضاغط، ده على ارضه وعلى ملعبه، لو البطوله عندنا احنا هنعمل كده دايما، انت بتنزل على ملعبك وسط جمهورك بتنزل ضاغط. منتخب مصر اكيد هيبدا بدايه حذره جدا للغايه، هيحاول يجس النبض شويه، هيشوفهم ناويين على ايه، وبعدين نبدا نبني زي ما بنعمل الهجمات ونكمل ونزيد من خلال انطلاقات محمد صلاح، وكمان مرموش بيعملها بشكل كويس جدا. انا نفسي عملناها المره اللي فاتت بشكل كويس، ان احنا نبدا نسدد من بره ال 18. أيوة. يعني فعلا لما بتحصل شويه في ماتش كوت ديفوار لما عملها مرموش
خلت اللعيبه خدت ثقه عندنا وهم تهزوا نفسيا. برضو الماتش اللي فات عملها تقريبا مصطفى محمد، يعني برضو تسديده من بره واتصدت، اي نعم، بس اديتك انت ثقه انك لا انت تقدر وان انت تكمل وكده. فانا حاسس انه اكيد منتخب كوت ديفوار هيبدا بدايه هجوميه علشان يباغت منتخب مصر، لكن اكيد مستر كارلوس كيروش حاطط في اعتباره ان هو هيبدا بدايه حذره على الاقل اول ربع ساعه ان انت تطلع منها بشكل امن، وبعدين تبدا تلعب لعبك اللي انت يعني لعبناه في ماتش كوت ديفوار وماتش المغرب. تصريحات صامويل ايتو رايك فيها ايه؟ انا حاسس ان تصريحات صامويل ايتو اتخذت بشكل يعني راحت في اتجاه تاني خالص مغاير. اعتقادي يعني انه دايما انت لما بتيجي تتكلم، هو خلو التعبير اكيد لان هو لازم يعرف ان هو راجل مسؤول. انت عارف بتقول ايه، احنا هنموت نفسنا في الملعب، احنا المباراه دي بالنسبه لنا حياه او موت كده يعني. بس هي التصريحات طبعا اتخذت ان هي عارف انت التصريح الترجمه الحرفيه. انت رايك ايه يا احمد عشان اقول لك حاجه احسن في القصه دي بسرعه؟ لا انا شايف انه تصريح عادي يعني، مش هو الراجل برضو عايز يحمس اللعيبه بشكل كبير، وده على فكره ده حاجه كويسه جدا اللي يحط عليهم ضغط بشكل كبير، احنا نقدر نستغله صح بشكل كبير. الضغط الكتير ده ضغط كتير ده هيجي بشكل سلبي معانا جدا. على فكره انا قلت نفس الجمله اللي انت قلتها دي في بدايه الحلقه النهارده، انه يا جماعه دي مصطلحات في الكوره بس يؤخذ عليه ان هو مسؤول دلوقتي. يعني هو لو كان صامويل ايتو اللاعب الكبير العظيم يقول كده وسط اللعيبه عادي، بس بما انك انت بقيت مسؤول لسه ما عندوش الخبره فكل حرف طبعا محسوب عليك، بس يعني لا نكبرها قوي ولا برضه نتعامل معاها انك حاجه عاديه. لا هي مش حاجه عاديه بس فقط بالظبط يعني كره القدم عموما. يعني الزميل العزيز احمد عبد الحميد بشكرك شكرا جزيلا، تحيه شرفتني ونورتني. اشكرك جدا. اشكرك جدا حسام كالعاده، بتبسطني وبتسعدني بوجودك معايا. شكرا سعيد بوجودك معايا. شكرا جزيلا. دي نهايه حلقتنا النهارده، والحماس مستمر والتحفيز مستمر والدعم مستمر لمنتخبنا الوطني الى مباراه الكاميرون باذن الله نفوز بيها، نصعد النهائي، نفوز بالنهائي، صلاح يشيل الكاس ونعمل هنا افراح وليالي ملاح ما تنتهيش باذن الله. اشوفكم يا رب على الف خير.